السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة ان شاء الله هنشرح الباقي من شابتر 1 او الفصل الاول Our Environment، بيئتنا. المحور الثاني The World Around Me، كتاب Discover، اكتشف، منهج اولى ابتدائي او Primary 1. والنهاردة هنبتدي نشرح page 79 او صفحة 79. وقبل ما نبتدي في الشرح اتمنى انكم تشاركوا الدرس ده مع اصحابكم علشان الكل يستفيد، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم وكشكول نكتب فيه ملاحظاتنا. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. desert، desert يعني صحراء، والdirections بتقول write an important detail، اكتب تفاصيل مهمة. about the environment، عن البيئة الخاصة بالصحراء طبعا. on the lines، في السطور دي. draw ارسم a picture of the environment، ارسم صورة لبيئة الصحراء. وتالت حاجة مطلوبة منا في الdirections، circle the animals، ضع دائرة حوالين الحيوانات. you think live there، انت بتعتقد ان هي عايشة في الصحراء. وانا بدينا اربع صور لاربع حيوانات، اول حيوان فيهم هو الجزال، الجزال او الغزال. تاني حيوان هو الهيبو، الهيبو او فرس النهر سيد قشطة. تالت حيوان هو الايبكس، الايبكس او اللي هو بيسموه الوعل، اللي هو الجدي زي ما احنا عارفينه باللغة الدارجة، اسمه ايبكس. ورابع صورة هي صورة النايل مونيتور او الورل النيلي او الليذرد اللي هو السحلية يعني. فهنشوف انهي حيوان او اتنين او الحيوانات اللي موجودة هنا بتعيش في الديزرت في الصحراء، وهنحط حواليهم دايرة. فطبعا يا اصحابي المعلومة الثابتة اللي احنا كلنا عرفناها، وانا عرفتها من وانا صغير، ان الصحراء في صفة مميزة جدا خاصة بيها، وهي ان هي جافة ما فيهاش مية، والمية بتاعتها قليلة جدا. ويعني ايه كلمة جافة in English؟ معناها dry، dry يعني جاف. فهنكتب هنا في السطور دي جملة بتوصف الصحراء وقد ايه هي جافة، فهنقول The desert is dry. The desert is dry يعني الصحراء جافة، ميتها قليلة جدا جدا. وزي ما احنا شايفين هنكتبها في السطور دي. وتاني حاجة هو طالب مننا Draw a picture of the environment، ارسم صورة للبيئة الخاصة بالصحراء. انت هترسم طبعا صورة بتوضح قد ايه ان الصحراء جافة ما فيهاش زرع تقريبا، وهي عبارة عن رمال وصخور وهكذا. تالت حاجة هو طالب مننا circle the animals you think live there، حط دائرة حوالين الحيوانات اللي انت بتعتقد ان هي عايشة هناك. فطبعا هنشوف الحيوانات، اول حاجة الجذال، الجذال او الغزالة بتقدر تعيش في الغابات، وبتقدر برضو تعيش في الديزرت. ليه؟ لانها عندها قلبها صغير وجسمها ما بيحتاجش مية كتير، فتقدر تعيش في الصحراء. وايضا هي تقدر تعيش في الغابة، فالجذال ممكن تعيش في الديزرت عادي. فهنحط حواليها سيركل. تاني صورة، صورة الهيبو، الهيبو او فرس النهر. هل يا ترى يقدر فرس النهر يعيش في الديزرت؟ طبعا لا، لان هو كائن حياته كلها جوه المية، فمش هنقدر نحط حواليه سيركل. تالت صورة، صورة الايبكس، الايبكس او الجدي او اللي بنسمي الوعل باللغة العربية الفصحى. الايبكس يقدر يعيش في الديزرت؟ طبعا يقدر يعيش في الديزرت، لان هو جسمه صغير وما بيحتاجش مية كتير، فبالتالي يقدر يعيش في الديزرت. ورابع صورة، صورة النايل مونيتور او الليزرد او اللي بنسميه باللغة العربية اللي هو الورل النيلي او السحلية.
حياته كلها في الأماكن الرطبة وفي الأماكن اللي فيها مية، فمش هنعمل حواليه سيركل. وبالتالي احنا كده انهينا البيج دي، والكلمات الجديدة هنا important، important يعني هام، detail تفاصيل او تفصيلة معينة، about عن the environment، environment كلمة لازم نكون خلاص حفظناها معناها البيئة، desert، desert يعني صحراء، on the lines على السطور، draw a picture of the environment، circle the animals ضع دائرة حوالين الحيوانات، you think أنت تعتقد، live تعيش there هنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 80 أو صفحة 80 وعنوانها دلتا دلتا الدلتا. وكلنا عارفين ايه هي الدلتا اصحابي، الدلتا هي طبعا الارض اللي موجودة ما بين مية عذبة خاصة بنهر زي نهر النيل مثلا، واحنا عندنا الدلتا بتاعتنا في مصر. والدلتا بتتميز ان الارض بتاعتها بتكون خصبة جدا، يعني صالحة للزراعة، واي زرع بنزرعه فيها بينمو بشكل كويس جدا وما بيحتاجش مجهود كبير، فعشان كده بنسمي الارض دي بتبقى ارض خصبة. فهنا بيقول لنا في الدايركشنز write an important detail، اكتب تفصيلة مهمة، about the environment يعني بخصوص او عن البيئة الخاصة بالدلتا، on the lines، on the lines يعني على السطور، draw ارسم a picture of the environment، ارسم صورة لبيئة الدلتا، circle the animals you think live there، ضع دائرة حوالين الحيوانات اللي انت بتعتقد ان هي بتعيش هناك. فزي ما قلت لكم يا اصحابي، المعلومة المهمة جدا الخاصة بالدلتا هي انها ارضها خصبة وصالحة للزراعة بشكل كبير. هنقدر نوضح المعلومة دي ازاي؟ هنقول the delta is used for farming، farming يعني الزراعة. يبقى زي ما احنا شايفين قدامنا هنقول the delta is used for farming، ودي الimportant detail الخاصة بالدلتا، ان هي بتستخدم للزراعة وارضها صالحة للزراعة. تاني حاجة هنرسم صورة للدلتا، هنا هنرسم ارض خصبة ونرسم مكان فيه زرع، علشان خاطر زي ما وضحنا الدلتا كويسة جدا وصالحة للزراعة. تالت حاجة هنعمل سيركل حوالين الحيوانات اللي بتعيش في الدلتا. اول حاجة عندنا في الجزال، الجزال هل يقدر يعيش في الدلتا؟ الجزال بيعيش في المكان اللي فيه غابة او في مكان فيه صحراء، لكن هو ما بيعيش في الدلتا، فمش هنعمل حوالي سيركل. طب عندنا الهيبو، الهيبو او فرس النهر او سيد قشطة يعني، بيعيش في الدلتا؟ طبعا بيعيش في الدلتا، لان هو اصلا بيعيش في المية العذبة، والمية العذبة دايما بتبقى موجودة حوالين الدلتا او جنب الدلتا، هنعمل حواليه سيركل. طيب عندنا هنا الايبكس، الايبكس او الوعل او الجدي، الايبكس المفروض ان هو بيعيش في الصحراء او في الاماكن الصحراوية اكتر، فمش هنعمل حواليه سيركل. اخر حاجة الصورة الخاصة بالنايل مونيتور او البليزرد او السحلية او الورل النيلي، هو المفروض بيعيش في المكان اللي فيه مية عذبة زي نهر النيل، وبالتالي هو بيعيش في الدلتا، ويبقى هنعمل حواليه سيركل. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 81 أو صفحة 81 وعنوانها كالآتي Our body is made of water، يعني جسمنا، Our يعني حاجة ملكنا، body يعني جسم، is made مصنوع من، of water من المية، يبقى أجسامنا مكونة من المية. وده حقيقي، لأن حبايبي زي ما احنا عارفين ان نسبة المية في اجسامنا نسبة كبيرة جدا، حوالي تلتين جسمنا او ممكن اكتر بشوية هو عبارة عن مية، الدم ده عبارة عن مية، والخلايا والانسجة بتاعت جسمنا كلها
مكونة من مية ما عدا أجزاء بسيطة جدا منها هي اللي مواد صلبة. فحقيقة جسمنا إن هو فيه تلتين جسمنا أو أكتر عبارة عن مية. وهو هنا بيوضح لنا المعلومة دي وبيقول لنا في الدايركشنز color in the body below، لون في الجسم المرسوم أسفل. والدايركشنز بتاعتها بتقول color in the body below، لون في الجسم المرسوم تحت up to حتى the dotted line. the dotted line أو الخط المنقط ده، dotted يعني منقط وline يعني خط. this is how much of our bodies are made of water، يعني ده بيوضح لك how much، this is how much، كم كمية of our bodies are made of water، أجسامنا مكونة من المية. this is هذا how much، كم كمية of our bodies، من أجسامنا are made up of water، مكونة من المية. ونقولها مرة تانية color in the body below، لون في الجسم الموجود بالأسفل up to حتى the dotted line الخط المنقط. this is how much of our bodies are made up of water، ده بيوضح كم كمية المية اللي مكونة أجسامنا أو الموجودة في أجسامنا. فإحنا هنلون هنا باللون مثلا يكون أزرق أو يكون أزرق فاتح علشان خاطر ده بيعبر عن المية، لحد الدوتت لاين أو الخط المنقط ده علشان نعرف ونتخيل شكل أو حجم كمية المية المكونة لجسمنا. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 82 أو صفحة 82، وهي عنوانها We need water to survive. We need يعني نحن نحتاج، water يعني المية، to survive لكي نحيا. وهي عبارة عن سونج صغيرة كده أو أغنية صغيرة كده هنقولها مع بعض. We need water to survive، إحنا بنحتاج المية علشان نحيا ونعيش. It keeps us alive، keeps يعني بيحافظ على us نحن، alive أحياء. It keeps us alive، بتحافظ علينا أحياء. And if you drink it every day، ولو أنت بتشربها كل يوم، drink يعني يشرب، every day كل يوم، if يعني لو، you can run and play، هتقدر أنت تستطيع، can يعني يستطيع، run يعني يجري، and play يعني ويلعب. it's in our food، هي موجودة في our food يعني طعامنا، food يعني طعام، و our ملكنا. it's in the clouds، clouds يعني السحب والغيوم اللي موجودة في السماء، هي موجودة في السحاب. you will find water everywhere، انت هتجد المية في كل مكان. find يعني يجد، water ماء، everywhere في كل حتة في كل مكان. we need water to survive، نحن نحتاج المياه لكي نعيش. it keeps us alive، هي بتحافظ علينا أحياء. وبكده نكون أنهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا. ونوصل لبيج 83 أو صفحة 83. take care of the environment، يعني اعتني، take care يعتني بي، يحافظ على، the environment البيئة. والدايركشنز بتاعتنا هنا بتقول put يعني ضع، a red x يعني x حمراء، علامة غلط باللون الأحمر، through خلال، the actions الأفعال، that will hurt التي سوف تؤذي، the environment البيئة، hurt يعني يؤذي أو يضر. put a green circle، ضع دائرة خضراء، around حول، the actions الأفعال، that will help التي سوف تساعد، will يعني سوف، help تساعد. take care of العناية ب، your surroundings المكان المحيط بك، يعني البيئة المحيطة بك.
color the pictures، لون الصور. فهو هنا بيطلب مننا ان احنا نشوف الافعال اللي قدامنا دي، الافعال الغلط منها او اللي هتضر البيئة هنعمل عليها red X، والافعال الكويسة اللي هتخلي البيئة كويسة وهتبقى take care of environment هنعمل عليها green circle او دايرة خضراء، والمفروض كمان ان احنا نلون الصور دي مع بعض. اول صورة صورة ولد بيأكل حاجة وبيرمي الورقة بتاعتها في الطريق، ده فعل صح ولا فعل غلط بيضر بالبيئة؟ شاطرين، ده فعل غلط، يبقى هنعمل عليه red X. هنا في صورة بتاعت باسكت او سلة قمامة، ومفروض ان الباسكت دي اداة من ادوات الحفاظ على البيئة او taking care of the environment، لان احنا بنحافظ بيها على نظافة المكان، فالمفروض هنعمل حواليها green circle. هنا صورة خاصة بعربية بترمي المخلفات بتاعتها في المية، والمفروض المية دي بيشرب منها البني آدم والزرع كمان اللي احنا بنزرعه والحيوانات اللي احنا بنربيها وبنأكل منها، فده فعل غلط ولا صح يا أصحابي؟ شاطرين، ده فعل غلط، لأن العربية دي بتضرنا كلنا وبتضر البيئة اللي احنا عايشين فيها، فنعمل عليها red X. هنا في صورة بتاعت ولد وبنت أو راجل وست بيلموا القمامة من الطريق ومن المية، المجرى بتاع المية، بيحافظوا على البيئة وبيخلوها نظيفة، طبعا هنعمل حواليها green circle. هنا صورة بتاعت مداخن مصانع ومنشآت بتطلع دخان كبير جدا وكثيف جدا، طبعا بيضر البيئة وبيلوث الهواء اللي احنا بنتنفسه وبيخلينا كلنا نعيا ونتعب، طبعا ده بيضر البيئة فهنعمل عليها red X. وهنا صورة سلة قمامة مفتوحة مش مقفولة، بيطلع منها حاجات تضرنا زي حشرات وزي رائحة وحشة، طبعا هنا الباسكت او السلة المفتوحة دي ده فعل غلط، مفروض ان هي تتقفل، فهنعمل عليها red X. وهنا صورة ولد او راجل بيسقي الزرع وبيعمله وبيسقيه بيحافظ عليه، طبعا الزرع ده من الحاجات اللي بتخلي البيئة افضل، لانه بينقلنا الهواء، وفي بعض الزروع وبعض النباتات احنا بنأكلها وبنستخدمها في اكلنا، فده طبعا هنعمل حواليه green circle او دايرة خضراء. وفي هنا اخر حاجة بنت بتزرع شجرة صغيرة او واحدة ست بتزرع شجرة صغيرة، وده طبعا شيء جميل، لان الشجرة دي هيطلع منها ممكن ثمار نأكلها وهتبقى ظلة لينا نتظلل بظلها واحنا في طريقنا، غير ان هي بتنقلنا الهواء، فده فعل كويس، وده بيعمل taking care of the environment او بيحافظ على البيئة بتاعتنا، فهنعمل حواليها green circle. والكلمات الجديدة في البيج دي take care يعني يعتني بي، of the environment البيئة الخاصة بينا، of the environment البيئة، و put يعني ضع، red أحمر، through يعني خلال، reactions يعني الأفعال، hurt يعني يضر، green يعني أخضر، around يعني حول، actions يعني أفعال، will يعني سوف، help يعني يساعد، surroundings المكان المحيط بيك يعني ال environment برضو يعني البيئة، color يعني لون، the pictures يعني الصور. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 84 او صفحة 84، وعنوانها photo album او ألبوم الصور، والdirections بتاعتها بتقول in each page في كل صفحة of the photo album الخاصة بألبوم الصور draw ارسم a picture صورة of you being responsible يعني مسؤول for عن your environment البيئة الخاصة بك. فانت هنا هترسم نفسك في الصفحتين دول، وانت بتوري قد ايه وبتوضح قد ايه انت مسؤول على الانفايرومنت بتاعتك او your environment، وهتوضح مثلا في صورة ان انت بتزرع زرع وانت حاسس بالمسؤولية الخاصة بالبيئة بتاعتك فبتحاول تخليها افضل،
وممكن ترسم في صورة تانية زي ما احنا شوفنا في البيج اللي فاتت، وان انت بتنظف المكان اللي انت عايش فيه علشان البيئة بتاعتك تبقى بيئة نظيفة وبيئة سليمة وكويسة. والكلمات الجديدة هنا فوتو يعني صورة، ألبوم يعني ألبوم، draw ارسم، being يعني تكون، responsible يعني مسؤول، your environment بيئتك. مفروض ان احنا نكون حفظنا كلمة environment لانها كلمة مهمة. نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 85 او صفحة 85، وهنا هو بيعلمنا في البيج دي ازاي نستخدم الخريطة. زي ما احنا عرفنا قبل كده الفرق بين الصورة والخريطة، واللي مش عارف المعلومة دي يرجع للدرس اللي قبل كده هيعرف كويس الفرق بينهم. والبيج هنا بعنوانها using a map، using يعني استخدام، a map خريطة يعني استخدم ازاي الخريطة. وزي ما قلنا قبل كده ان اي ماب او اي خريطة بتوضح الاتجاهات المختلفة. النورث يعني الشمال او المكان اللي فوق، ده اسمه النورث. الايست يعني الشرق او الجهة اللي على اليمين مثلا. الويست اللي هو الغرب واللي هو الجهة اللي على الشمال. الساوز الجنوب او الاتجاه اللي هو في الاسفل، وده اسمه الساوز. يبقى عندنا اربع اتجاهات في الخريطة، قولوهم ورايا: نورث شمال، ساوز جنوب، ايست شرق، ويست غرب. نقولهم مرة كمان: نورث شمال، ساوز جنوب، ايست شرق، ويست غرب. وهنا بيقول لنا ازاي نستخدم الخريطة ونبقى عارفين الاتجاهات بتاعتها المختلفة. والدايركشنز بتقول use the map، استخدم الخريطة، to complete لتكمل، the sentences الجمل، below المكتوبة بالأسفل. the school is dots of the house، هو بيقول لك مكان السكول أو المدرسة فين بالنسبة للهاوس أو في للمنزل. نطلع نبص على الخريطة، هنا عندنا السكول اهي، وفين الهاوس يا أصحابي؟ ادي الهاوس اللي فيه البيوت والشقق المختلفة بتاعت الناس. فالسكول بالنسبة للهاوس فين؟ هل يا ترى هي في النورث؟ هل يا ترى هي في النورث ولا في الساوث ولا في الايست ولا في الويست؟ شاطرين، السكول فوق يعني في النورث يعني في الشمال، فهنقول هنا the school is north of the house، يعني المدرسة شمال المنزل او بالنسبة له في الشمال. طب هنا في الجملة التانية the hospital، hospital يعني مستشفى، is dots يعني نقط of the playground، بالنسبة للساحة بتاعت اللعب. فهنا بيقولك الهوسبيتال اللي هي المستشفى اهي موجودة بالنسبة للبلاي جراوند او مكان اللعب او ساحة اللعب ازاي، فين؟ هل ترى هي بالنسبة لها في النورس في الشمال، ولا في الساوز في الجنوب، ولا في الايست في اليمين او في الشرق، ولا في الوست في الغرب او في الشمال؟ شاطرين، هي في بالنسبة للبلاي جراوند في الايست او في الشرق. فهنكتب هنا the hospital is east of the playground. وبكده نكون انهينا البيج دي، ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. وعنوانها rough draft. rough يعني تقريبي، وممكن تيجي بمعنى شديد او صلب. rough draft يعني مسودة. لما بتكتب حاجة على جنب وانت بترسم خريطة معينة او بتحل مسألة في الماس او بتعمل او بترتب افكارك في ورقة معينة، ده اسمه draft يعني مسودة، يعني حاجة بتكتب فيها افكارك علشان ترتبها بشكل معين وبعدين تعمل بالافكار دي الحاجة اللي انت بتفكر فيها بشكل منظم، فده اسمه draft. rough draft يعني مسودة تقريبية،
مسودة تقريبية خاصة بإيه يا مستر؟ مسودة تقريبية خاصة بخريطة إحنا هنرسمها كمان شوية يا أصحابي. فده العنوان بتاع البيج، والدايركشنز هنا بتقول use the space، استخدم المساحة below الموجودة أسفل، to create لتنشئ، with your partner مع شريك من شركائك مع أصحابك في الفصل. وهنا بيقول لكم ممكن تكونوا تقسمتوا لمجموعات في الكلاس، كل مجموعة مكونة منك انت مثلا والبارتنر بتاعك او الشريك بتاعك، علشان ترسموا الخريطة دي وتعملوا الرف درافت ده او المسودة التقريبية لشكل الخريطة دي. فهنا بيقول لك use the space below to create with your partner the rough draft، الخريطة او المسودة التقريبية الخاصة بالخريطة of your map لخريطتك، using tools of your choices، مستخدما الادوات tools of your choices من اختيارك. هتقعدوا تستخدموا انت وزميلك او شريكك في الفصل الادوات اللي هتساعدكوا هترسموا الخريطة دي. طبعا اي خريطة بيبقى ليها كي او مفتاح علشان نعرف نقراها. فالكي او المفتاح بتاع الخريطة دي بيقولك اي حاجة living، اي حاجة حية هتكون على شكل green triangle، مثلث اخضر. فلو انت هترسم مكان فيه زرع وفيه شجر، هتعمل مكان الزرع والشجر ده green triangle، وهتعمل green triangle تاني green triangles. فهنستخدم green triangle واحد علشان نسهل على نفسينا، وده يحدد لنا مكان living things او الاشياء الحية. طب الحاجات non living او الغير حية هنعملها على شكل بلاك سكوير او مربع اسود، وادي البلاك سكوير. فهنعمل اي حاجة غير حية او نون ليفينج، سواء كانت الات، سيارات، صخور، دي عبارة عن نون ليفينج ثينكس او اشياء غير حية، فهنعمل مكانها بلاك سكوير او مربع اسود. طب تالت حاجة يا مستر، هنعمل بلو سيركل او دايرة زرقاء بتمثل او بتشكل بالنسبة لنا الووتر او المية. فاي شكل للمية هنعمله او اي مكان فيه مية هنعمل عليه بلو سيركل او دايرة زرقاء. واحنا علشان نسهل على نفسينا هنعمل جرين تريانجل واحد، ده يوضح لنا مكان الليفينج ثينكس، وبلاك سكوير واحد ده هيوضح لنا مكان النون ليفينج ثينكس، ونعمل بلو سيركل واحدة او دايرة زرقاء واحدة بتوضح لنا مكان الووتر. وبكده نكون انهينا البيج دي، ولازم نبقى عارفين الاتجاهات مرة تانية: نورث يعني شمال، ساوث يعني جنوب، ايست يعني شرق، ويست يعني غرب. والكلمات الجديدة هنا space يعني مساحة، below اسفل، create تنشئ، your partner شريكك، partner يعني شريك، rough يعني تقريبي، draft يعني مسودة، of your map لخريطتك، using مستخدما tools أدوات، of your choice choice يعني اختيار. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لبيج 87 أو صفحة 87، وعنوانها which direction is it، which يعني أيهما، يعني في أي direction، اتجاه is it موجود، ففي أي اتجاه موجود الحاجة دي، بأي اتجاه الحاجة دي موجودة. والdirections بتاعت البيج دي بتقول use your map، استخدم الخريطة اللي انت عملتها من شوية، to complete لتكمل، the sentences الجمل، below أسفل، then ثم بعد ذلك، write your own sentence about the item on your map، اكتب جملة خاصة بيك عن العناصر الـ items on your map الموجودة في خريطتك. فأنا بيقولك الـ green triangle اللي انت رسمته في الخريطة اللي فاتت كان فين بالنسبة للـ black square؟ كان هو بالنسبة له في النورث ولا في الساوث ولا في الايست ولا في الويست ولا في الايست ولا في الويست. فاحنا هنا هنحدد اماكن الحاجات اللي احنا عملناها على الخريطة اللي فاتت بالنسبة للحاجات التانية.
لو الترايانجل كان بالنسبة للسكوير في النورث ساينرز هنكتب نورث، وبالنسبة للبلو سيركل وبالنسبة للبلاك سكوير برضو. ولو في عندك ملحوظة او حاجة معينة عايز تكتبها عن الخريطة بتاعتك تقدر تكتب الجملة اللي انت عايز تكتبها في الدوتت لاين دي لو حابب تضيف اي معلومة. وبكده نكون انهينا البيج دي، والكلمات الجديدة بتاعتها direction يعني اتجاه، which اي او في اي، use استخدم، your map خريطتك، complete تكمل او يكمل، sentences الجمل، own يعني ملك، about يعني عن، items يعني عناصر، on your map يعني في خريطتك. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لبيج 89 او صفحة 89، لان صفحة 88 كانت فاضية زي ما احنا عارفين. وقبل ما نشرح الجزء ده احب افكرك واقول لك تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان نذاكر مع بعض اول باول وتتابع معايا كل جديد. والعنوان بتاع البيج هنا Our Environment Poster. يعني ايه بوستر؟ بوستر يعني ملصق، يعني صورة مرسومة او متصورة وقابلة للزق. فالبوستر هو الملصق او الصورة اللي احنا بنلزقها. environment طبعا بيئة، our يعني ملكنا، our environment poster يعني الملصق الخاص بالبيئة بتاعتنا. والdirections بتاعت البيج دي بتقول use this space استخدم المساحة دي to create لتنشئ the final draft المسودة النهائية of your map poster project. project يعني مشروع، map poster يعني خريطة او ملصق الخريطة، project يعني المشروع. فهنا بيقولك تخيل انت هتعدل البيئة الخاصة بيك او المكان اللي حواليك والبيئة الخاصة بالمكان اللي حواليك وهتعمل ليه خريطة جديدة. فهو بيقول لك هنا الفاينل يعني النهائي، درافت المسودة النهائية، الفاينل درافت المسودة النهائية للبروجكت بتاعك، للمشروع بتاعك، لتعديل البيئة هتبقى شكله عامل ازاي. فهنا مرة تانية use يعني استخدم this space هذه المساحة to create لتنشئ the final النهائي درافت المسودة النهائية of your map لخريطتك poster البوستر الخاص بخريطتك project مشروع. فترسم هنا المشروع الخاص بتعديلك للبيئة اللي حواليك ازاي تخليها افضل، وده هيبقى الملصق او الفاينل درافت المسودة النهائية بالبوستر بتاعك. وده هتوضح في تخيلك لتعديل البيئة اللي حواليك بشكل ازاي. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. ونوصل لاخر بيج في شابتر 1 او في الفصل الاول، وهي بيج 91 او صفحة 91. وعايز يا اصحابي منكم ان انتوا تذاكروا الدرس ده كويس عشان الفيديوهات الجاية هما ممكن يكونوا 3 فيديوهات بالكتير او 4 على الاكثر، هنشرح فيهم شابتر 2 وشابتر 3 وشابتر 4. ممكن يكون الفيديو فيهم مساحته كبيرة شوية او مدته كبيرة شوية، بس ده هيساعدك ان انت تفهم المنهج بشكل افضل، تربط المعلومات مع بعضها بشكل احسن، وفي نفس الوقت نخلص المنهج على طول. فهنا البيج دي عنوانها Our Environment Map Review. ريفيو يعني مراجعة. لما بتعمل ريفيو على حاجة فانت بتعمل مراجعة على حاجة. Our Environment بيئتنا، Map خريطة، Review يعني مراجعة. فهنا بيقولك هنراجع الخريطة الخاصة بالبيئة بتاعتنا. والdirections بتاعتها بتقول draw and label. draw يعني ارسم، and label وضع الاسم المناسب. your answer اجابتك to each question في لكل سؤال. try حاول to write ان انت تكتب sentence جملة. explaining ان انت تشرح وتوضح. explain يعني يشرح. your answer اجابتك.
اول حاجه بيقولك how was your map، ازاي كانت خريطتك different، مختلفه than another group's map، ازاي كانت خريطتك مختلفه عن another group's map. another يعني اخرى او اخر، group's map هو هنا بيقولك انت طبعا زي ما قلت لكم هو بيتخيل ان انتوا كنتوا في الكلاس واتقسمتوا المجموعات، كل مجموعه عباره عن 2 طلبه او اكتر علشان يرسموا الخريطه الخاصه بيهم. فهو بيقول لك هنا الخريطه بتاعتك او بالمجموعه بتاعتك مختلفه عن المجموعه التانية في ايه، وكتب لك هنا theirs يعني ملكهم او بتاعتهم، و ours ملكنا او بتاعتنا، و سايب لك مساحة فاضية تكتب فيها الاختلاف الخاص او اللي كان بين الخريطة بتاعتك وخريطة المجموعة التانية. هنا في الـ second question او في السؤال التاني بيقول لك how was، كيف كان your map، خريطتك similar يعني متشابه، to another group's map، للخريطة بتاعت المجموعة التانية، ونفس شكل theirs يعني خاصة بيهم و ours خاصة بينا. وطبعا دي حاجة فيها تخيل شوية، لو كنتوا فعلا اتقسمتوا في الفصل او في الكلاس لمجموعات ورسمتم الخريطة، ياريت تكتب الفرق بين الخريطة بتاعتك وخريطة المجموعات التانية. ولو ما كنتوش عملتوا كده هنحفظ الكلمات الجديدة الخاصة بالبيج دي، وهي environment، map، review بيئة، map يعني خريطة، review يعني مراجعة، draw ارسم، label ضع الاسم المناسب، ومش لازم نحفظ label دلوقتي بس نبقى عارفين معناها ايه، answer اجب ودي كلمة مهمة، each question كل سؤال، try حاول، to write ان انت تكتب a sentence جملة، explaining موضحا your answer اجابتك. how was كيف كان، your map خريطتك different مختلف than another group's map عن الخريطة الخاصة بالمجموعة التانية، similar يعني متشابه، how was your map similar to another group's map. وبكده نكون انهينا البيج دي وانهينا معاها شرح شابتر 1، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو استفدتم ولو معلومة بسيطة ياريت تدعمونا بلايك، والاهم انكم تشاركوا المعلومة وتعملوا شير للدرس ده مع اصحابكم حتى لو كان عن طريق الفيسبوك او الواتساب، وخليك متأكد ان في حد غيرك محتاج المعلومة وممكن تفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. اتمنى ان انتوا تكونوا ذاكرتوا كل الدروس بشكل سليم علشان ناخد الاجازة مع بعض ان شاء الله واحنا مخلصين دروسنا كويس، ونستعد لشرح الاجزاء الباقية في المنهج خلال اليومين اللي جايين دول باسرع وقت. فاتمنى ان انتوا تذاكروا اول باول ما تضيعوش وقتكم. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.